تعليق على المحاولة البائسة التعيسة المجرمة الآثمة الخاطئة التي تريد تضييع عقيدة الأمة وتريد إهلاك المسلمين في حمأة الشهوات. الحريات التي ترفع رايتها ويرفع بالعقيرة دعاتها يريدون ماذا؟ يريدون سكرا وعهرا مباحا متاحا في كل مكان. بعض الذين ذهبوا من بلاد المسلمين ذهبوا إلى أمريكا وذهبوا إلى كندا وأخذوا الجنسية الكندية والأمريكية، ذاقوا الأمرين. صار أحدهم يكون جالسا في بيته فتأتي ابنته فلذة كبده تدخل ومعها صديق كافر علج أمام أبيها إلى غرفتها يضاجعها ينام معها، والأب ليس له إلا الحسرة والزفرة. هؤلاء هذه هي الحرية التي يريدون، أن لا يبقى عرض نقي وأن لا يبقى شرف مصون، فيأتون بهذه الأمور. يجمعون شبابا عمل فيهم الإلحاد عمله وعمل فيهم الفساد عمله، أسماء إسلامية وآباء مسلمون، يؤتى بهم يرفضون الحجاب ويرفضون الدين ويرفضون المبادئ والقيم، واتفاقياتهم صممت وعملت على هذا الأساس. اتفاقية سيداو هذه تكفل للرجال أن يتزوج الرجل الرجل. أي سماء تظلنا وأي أرض تقلنا؟ إن حصل هذا في ديار المسلمين سيصورون لأتباع الشهوات أن الذي يحول بينكم وبين ملذاتكم وشهواتكم الدين. إن أردتم الشهوات، إن أردتم الملذات، فاكفروا بهذا الدين وتعالوا إلى رحاب واسعة من الملذات والشهوات. والله لن تقوم دولة ولن تثبت دولة ولن تصانى دولة تهان فيها سنة رسول الله، تنكر فيها سنة رسول الله. والله وبالله وتالله إن أراد الولاة والرعاة حفظ الأمة فليعلموا أن ذلك بحفظ دينها.